بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الكتاب الصوتي أوديو بوك عن الرواية، رواية ست شامية والتي ستكون في كتاب باللغة الإنجليزية، اخترنا اسم الكتاب الصوتي أسرار القرآن في رمضان. والكتاب الصوتي سيكون أيضا باللغة العربية واللغة الإنجليزية، يعني الرواية لها كتابين صوتي، لكن الكتاب الصوتي هو نقد للرواية، كأنها الرواية كتبت، ولو كان المؤلف هو نفسه أو نفس الناشر اللي هو شمس للتدريب في مصر شركة، سيكون كتاب باللغة الإنجليزية وفيه أسرار من القرآن الكريم ومواضيع مثل المواضيع التي في الجدول العشر، الصور، الأسماء. الاسم دائما في القرآن الكريم 114 اسم، الاسم موضوع، موضوع للصورة، مثلا صورة الأنبياء ففيها لازم، صورة الناس يعني الناس، الإخلاص، وهكذا. في 10 صور هتكون جلها أو الكتاب يتحدث عنها. الكتاب والقصة والرواية اللي هي رواية ست شامية وبالإنجليزي XIO-ME أو XIO-5، هذه طبعا رواية خيال علمي أدبي، لكن الكتاب الصوتي لحماية الرواية، حماية الرواية، حماية من أن يهجم عليها الهاجمون ويدعوا أن الرواية هذه مثلا ضد القرآن أو تجديد في القرآن أو في الدين، أو صاحبها أو من كتبها يريد التغيير في الدين، فهي ليس لها علاقة بالدين مطلقا. يعني في الكتاب، كتاب الرواية ممكن ما نجد شيء من الدين إلا بسم الله، اللي هي بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، ستكتب. لكن في الكلام هناك بعض المقالات أو المواضيع التي قد يفهم منها القراء المغيبين، المغيبين في ظل اعتقاداتهم الخاصة بهم، يفهمون أن هذا إلحاد. هناك مثالين، مثال مصطفى محمود كتب رحلتي من الشك للإيمان، فهو ضروري لمن كتب من الشك للإيمان ما يقصد هو نفسه، هو مؤمن على طول، لكن هو يومئ إلى الرواية أو الكتابات والروايات اللي كتبها، فهو ما كان شاكك أبدا. مش معقول واحد يكتب بنفسه رحلتي، يعني ما استتابوه، وهي نزلت روايات الأولى، أما الروايات الأخرى فما في بينها، يعني ما عملها أو العنوان هذا عشان يرضي القراء ولا يرضي يعني. وفعلا
من قرأ له في الأول والثاني هو يعرف هذا الشيء. فلذلك الكتاب الصوتي هو نقد للرواية. المثال الثاني في كتاب حديث صاحب قسيس، لو قرأته تقول هذا ملحد. أنا قرأته، اسمه The Power of Now، يعني كأنه يقول ما فيك الله، هذا كله خيال لما تقرأ، لكن هو ما هو قصدك. فهنا يعني اللي بيقرأ الكتاب لما يكون عنده خلفية دمغة انه ايمانه لازم يكون كده، لازم انتقد، لازم اللي هذا اقول عنه انه كافر، انه هذا شيء ثاني، هذا ما حيتعلم، ولا هو من قراء الرواية اصلا، ما حيقرأ. لذلك ما عملناها نحن ككتاب زي من العنوان The Power of Now، هذا كتاب وليست رواية. يعني قوة طريقته في الكتاب يتحدث كأنه يحاور الطرف الآخر، يعني يحاول يقنع القارئ بأنه يخرج من التفكير الغلط. وهذا كتاب ليس رواية. أما الرواية اللي هذا الكتاب الصوتي ينتقدها هي رواية، شخصيات تتكلم، يعني في شبه من رواية يوسف عليه السلام اللي هي سورة يوسف 112، وهي رواية الروايات، يعني في تغيير في الشخصيات، لأن كل اللي نحن بنشوفه على المسرح المسرحيات وهي أصل الروايات، والأفلام والتمثيليات كله أصل الروايات. بعدين يأخذ منها من الكاتب، يأخذ من يعني المخرج يقرر، والمنتج يقرر التمثيل الروايات، يعني عملها مسرحية أو عملها زي شكسبير وكله. فإذا هي نقد، أو الكتاب الصوتي نقد. أما الرواية ما هي نقد، ما هي كتاب، الرواية رواية. طبعا هتكون مختلفة جدا عن كل ما كتب، أو تقريبا الشخصيات اللي على المسرح. دائما شخصيات الرواية هي على المسرح، يعني مثلا السورة 112 يوسف. فلذلك نحن في القرآن الكريم في الرواية ما نقول قال الله تعالى، ولا نقول قال، يعني في كلام من القرآن يقال على لسان الشخصية، وهي ليست تشديد لقصة يوسف أو للأنبياء، هي رواية مطلقة، لأن كل الكلام في القرآن الكريم هو قصص وروايات وكذا، ويحفظها الناس حتى غير المسلمين. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم اتهم إنه الكلام هذا أخذوا من لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي. يعني تماما القصص هذه موجودة في التوراة والإنجيل، والنص تماما موجود، يعني حتى في استدلال على بعض الأدعية زي دعاء السفر بالنص موجود عند اليهود الآن. يعني حتى في استدلال على بعض الأدعية زي دعاء السفر
بالنص موجود عند اليهود الآن بالنص. اللهم إني أسألك نسألك في سفرنا هذا بالنص، هل هو مسروق؟ هم سرقوه مننا أم الرسول؟ ما لا دخل. تطابق الكلام والروايات والأدعية والهذا، هذا ما له دخل بالدين ولا بسرقة ولا بكذا. إحنا الرواية ما لها علاقة بالدين ولا بالسياسة. مثلا الرواية تذكر الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة مثلا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ممكن تقال ألم ترى، يعني كأنه كلام على المسرح ما هو للرسول. هنا ألم ترى موجه للرسول، لكن في الرواية ما هو للرسول، ولا هي تأليف قرآن جديد مثلا زي مسيلمة الكذاب لما جاء على نفس وثيرة القرآن قال الفيل يسوي سورة الفيل، قال الفيل أبو زلومه ومدري، هذا كلام واضح. لكن ما يمنع أن القرآن كلامه يستخدم في الأشعار، والأشعار استخدمت من القرآن، والقرآن استخدم من الأشعار. وهذا اللي حفظه الشعراء في سورة الشعراء سورة كاملة. فإذا إن شاء الله في رمضان نكمل كتاب الصوت نقد الرواية. إذا لن تسمع رواية ست شامية، ولكن تسمع نقد الرواية. وكل ما هو موجود في اليوتيوب وأرسل لبعض الناس هو محاولات كشف ما هو مكتوب في الرواية عن وجود الإنسان في الرحم و لكن لن يذاع ما هو موجود في الرواية إلا بصورة النقد. يعني نأتي ببعض الصور اللي تذكر أو بعض الفقرات والمواضيع وننتقدها، ننتقدها من باب النقد. دائما ليس ضد، أحيانا معه. يعني مثلا ننقد الرواية نقول هذه رواية ما كتبت مثلها قبل، هذا نقد. الدليل كذا 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 كذا، الشخصيات كذا كذا. فإن شاء الله نكمل الكتاب الصوتي بالعربي وبعده بالإنجليزي قبل الكتاب الصوتي بالعربي وبعده بالإنجليزي قبل صدور الرواية إلى في كتاب وتباع باللغة الإنجليزية. طبعا النقد ليس لغرض شراء الرواية يعني دعاية، لكن لغرض التنبيه قبل أن ينبه علينا، التنبيه قبل أن يقال إن هذه الرواية قصد المؤلف التغيير في الدين أو التغيير في القرآن. يعني خلينا نفترض من كتب الرواية ليس له دين، يعني هذه أسهل شيء، ليس له دين، بلاش ملحد، مؤمن بالله ليس له دين. وهذا ما سيكون، الدين من صنع البشر، الدين كلمة لها معاني كثير عند كل فئة من أصحاب الدين. عند المسلمين لها أكثر من 73 معنى تنطبق على 73 شعبة، وعند النصارى وفي كل دين. إن الدين عند الله الإسلام، الدين
عند الله الإسلام هذه كلمة واحدة، الإسلام دين وليس الدين. الدين المعرف بال لم يذكر بالقرآن، يعني الدين الأوحد ما في دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، يعني كأنه موجود، الدين موجود مختلف فيه، لكم دينكم ولي دين، وليس الدين ولي ديني، دينكم ديني. لكن الدين ورد في الفاتحة مالك يوم الدين، كم مرة وردت الدين في القرآن؟ والرواية ليس لها علاقة بالقرآن. الإيمان بالله غير الإيمان بالرب، والرواية ليس لها علاقة بالقرآن وتفسيره وتغييره، بل هي أسرار القرآن الرقمية والتي غفل عنها كثير من المؤلفين.